شعور بالفخر ممزوج بالتطلع لمستقبل واعد، إنه حال الطالبة بن أحمد بشرى وهي تحظى بتكريم خاص من قبل رئيس الجمهورية نظير نيلها شهادة البكالوريا وبتقدير جيد. الحق ما قلتش نستنى في هذا النجاح، بعد ما عيطوا لي قال لك اودي راه كاين تكريم من رئيس الجمهورية، قلت لها اندهشت صراحة اندهشت، قلت لها شحال، قال لي قالوا لي المهم راه عندها تكريم من رئيس الجمهورية، زعما فرحت حتى بكيت. كان شرف كبير بزاف نتكلم رئيس الجمهورية ونتواجد معاه في قصر الشعب. الشعور كان مختلط بين الحماس والتوتر، خاصة كي رئيس الجمهورية عطاني تكريم. مجهودات السنين تكلل بحصاد وفير يفتح لبشرى آفاقا واعدة في عالم الجامعة. أنا بدأت مجهود وهي بدأت مجهود، تعبت هما قال عيات، بس ربي زعما وفقها. من أجل التكفل ومن أجل تمدرس لأطفالنا ذوي الاحتياجات على المستوى المدرسة المستوى العادي، ومن خلال خلق إنشاء أقسام خاصة. نتمنى نكون في مجال الطب، ندير خير تاع مجال الطب ولا تاع عالم آلي. تركنا بشرى ولسان حالها يقول وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة.